السلام عليكم، طيب الله أوقاتكم مشاهدي قناة ساحل في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قراءة في الحدث. بعد هدنة سياسية دامت أكثر من شهرين، يعود الحديث من جديد عن الحوار السياسي وعلاقة المعارضة بالسلطة وعلاقات المعارضة على أنواعها فيما بينها. فما هو الجديد في مؤتمر مؤسسة المعارضة؟ وأين هي مساعي الحوار السياسي؟ أولا تنتج المعارضة نفسها خلال أكثر من عقدين من التجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية؟ أسئلة بين أخرى نطرحها هذا المساء على ضيف قراءة في الحدث، إدومو العبدي والجيد، أمين عام مؤسسة المعارضة الديمقراطية. أهلا بكم أستاذ إدومو. بداية، ما الجديد في آخر مؤتمر صحفي عقدتموه بعد ما يصفه المراقبون الهدنة السياسية ما قبل تنظيم موريتانيا للجامعة للقمة العربية وما بعدها اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيه جديد، احنا فعلا لعات هدنة قبل الجامعة العاتية المدخل فعلا قررنا، لأن ما نعدلوا أي نشاط قد يشوش على القمة، بإذن تسبب لأنها قمة للشعب الموريتاني والدولة الموريتاني، وأنتم لا ينبغي على المدة تشوش عليها سوى في أي جانب والله تحت أي ذريعة. وذلك الحمد لله القمة وفات وفات بذاك اللي وفات به، مهم بعد لأنها عادت مولي حدث في الماضي يمكن تقييمه، وعندنا له قراءة كيف جميع أهل الموريتاني. بالمناسبة بعد نختار يعود مهنئين الشعب الموريتاني على استضافتها وعلى مرورها بسلام، والعاد كانوا شيء من الناس مواسع لأن هذا البلد ما يقدر يحتضن القمة، راهو برهان لأنه يقدر يعدلها. كيف تنظرون مثلا دخلت موريتانيا في مسارها الحقيقي الطبيعي؟ قبل أن تجيبوا على سؤال الجديد في المؤتمر الصحفي، كيف تنظرون إلى رفع التحدي لاستضافة القمة العربية؟ هل تنظرون أنه مكسب سياسي للنظام الحاكم، أنه مكسب شعبي مثلا؟ هو أولا مكسب شعبي، احنا بالنسبة لنا نشوفه لأنه مكسب شعبي به، اللي ما دامت الأنظمة كيف تعرف وتمشي وتزول وكانت موجودة. ما معناها إلى عاد ما قط استضافة قمة على أرضها أنها ما كان عندها دور في الأمة العربية ولا دور في المعنى، لا، اللي هي جذرت قدر من الأمور اللي بالحقيقة واصل له يقيرنين لين مولي جات على أرض موريتانيا، نحتسبه لأنه مكسب للشعب الموريتاني كامل. إذين يقول تصدى النظام وذي الله يجو عاقبينه، قد يقضوا منه العبر ويقضوا منه التجارب ويحسنوا منه في المستقبل للشعب الموريتاني. طيب، نعود إلى سؤالنا الأول، ما هو الجديد في هذا المؤتمر الصحفي سياسيا؟ أين هو الحوار؟ أين العودة إلى الحوار؟ السابق ما كسب الحوار هو كان مديور منه أساسا مؤتمر صحفي تعدل مؤسسة المعارضة في خطة عمل عدلتها سنويا، يتعرفوا أنها مؤسسة مبوبة عليها من التيار المشرع الموريتاني وعاطيها صلاحيات واضحة في قانون، وذيك الصلاحيات من ضمنهم قدر من النشاطات تقوم به السياسية من أجل أولا احتضان الرأي المعارض كامل المنظم تحت قبة البرلمان، لقى هو معناه والرأي المولي المعارض اللي ما هو ممثل في البرلمان، هذه هي موجب تعود للمؤسسة كانت تعود حاضن للرأي المعارض الموريتاني كامل. اللي منه عاطيه القانون واضح لأنه عنده علاقة مع النظام مع الحكومة، وذيك العلاقة اللي تعود على أحسن ما يرام يعود العمل قريب عليه ديمقراطي وسلس، ولين يعطلها جانب أكيد لا يتعطل مولي العمل السياسي فيه. إذن كان اليوم من أبرز اللي فيه لأنه نعطال الشعب الموريتاني وللرأي العام الوطني والدولي اللي بعد مهتم بالديمقراطية في بلدنا شين هذه المؤسسة وشنو تعاطي معها الحكومة، وهذا هو اللي تعرض للمؤتمر الصحفي اليوم، ولا طولنا فيه به اللي ما تقدم مع الأسف ما تقدم به اللي بالحقيقة تمت حكومة لا حاجمة وحكومة ما هي منفتحة بنص قانون اللي هي اللي معدلة. واخترنا مولي يلتفت النظر لأن هذه المؤسسة قوتها كيف قوة مؤسسات الدولة كاملة، وجاي عاقب مولي انتخابات ديمقراطية مواسعة، هي مرتبطة بمسار المسار الديمقراطي، رأيكم مرتبطة بالمسار الديمقراطي والانتخابي، ومولي ممكن يعودوا على سبيل المثال قاع ما إلى الحكومة أحدها، ممكن هم مولي النواب والمشرع اللي جابها ودارك بعادها وهميتها. جميل، لأن هذا كامل كله جميل عنده وقفه. يعني هذا عن مؤتمر مؤسسة المعارضة. اليوم نحن أمام مدارس يمكن القول معارضة متميزة إن صح التعبير في مسار تاريخ النضال السياسي في موريتانيا وتعددية الحزبية. نجد مثلا الجبهة المتحدة للتغيير التي مثلت تحالفا سياسيا بين أهم
الحركة السياسية المعارضة في موريتانيا كإطار سري مثلا للتنسيق، نجد جبهة أحزاب المعارضة التي مثلت هي الأخرى إطار سياسي ضم أقطاب المعارضة للتنسيق والتشارك في فترة 94-2005 ائتلاف قوى التغيير، يعني مجموعة من التجارب السياسية المعارضة التي حسب البعض لم تؤتي أكلها، اليوم تنتج نفس التجربة. يقول لك البعض المعارضة لا تقدم بديلا، تعارض فقط من أجل المعارضة قياسا على الشك المذهبي ربما. على كل حال هي أسوأ تعدد الأسامي في المعارضة تم أساسي منها معارضة النظام، وعلى أساس مولين كانت شنيك التعددية تعرف الحزبية ونفهم ذاك الشبه الديمقراطية الموجود، ومر على قدر من الأنظمة كيف عقدين كيف تعرف السابق ذاك اللي هذا من 91 إلى ضرق قاع ما هو النظام وحده فيها قالوا نصارى دي هو إدي وبا فيها بليدات يعود بليدات خافة وما سينا لن نعاقب ذيك الفترة الانتقالية إن نعات الحكومة والله ذاك اللي معني ما هو معني بالانتخابات مباشرة قدر من الفضاء يسمح للناس تعبر عن وجهات نظرها بقدر من الديمقراطية وخلق ذا الانفتاح الإعلامي اللي تعرف وعدلوا إجراءات انتخابات برلمانية وبلدية واللي أقريب على الطيف السياسي شاف راسه كامل ممثل وسينا لنقطع عن ذيك المرحلة تجربة إيجابية مع الأسف جبرة مولي عثر عقب ذاك 2008 انقلاب 2008 وسات أنها كانت قد استعاد من جديد وهذا هي اللي مزاد ترك في عقباته هذه الفيقة اللي أنا هات فاقت كاملة هي اللي ضرق صددها يقير قاعد اللي مهم فيه لأن يغيب له التشكيلات في شيء قريب عليه دستوري وفرق للناس تعترف به اللي هي مؤسسة المعارضة اللي جاب المشرع يعني من 2006 حتى نعرض لهذه الجزئية. قلتم بأن المؤسسة المعارضة هي المخولة بأن تكون الإطار الدستوري للأحزاب المعارضة، يعني هناك المنتدى الوطني الديمقراطي والوحدة المعارض هو الآخر والذي يضم مثلا منتدى القطب السياسي 14 حزب مثلا أغلبها أقول لك بعضه إن كان ضعيف التأثير، القطب النقابي فيه مركزيات أيضا، القطب المجتمع المدني فيه عشرات منظمات المجتمع المدني، يعني هذه يعني أحزاب مرخصة من طرف الدولة تمارس حقها في الرأي. والله هي قال احنا قايسين هناك تشكيلات قد اول مقصود من كامل ياك يجبر انترلوكر ياك انترلوكتر ياك يجبر ند والله حد قد يضبط مع هذا العمل اللي متبارك معاه الى ما ذاك ما يعود قاع وبوب عليها هذا اللي في المنتدى والمعاهده وتبقى تسمي والكتل اللي تعرف عنها اليوم جاي هذا اللي قدروا يخلقوا اليوم واختفى وقد ان شاء الله ما عندهم ذيك الديمومه به اللي شيء من الناس يبقى ينظم راسه فتره من الزمن به اللي ما متوافق بالراي يقال اللي ثابت وله الموريتاني واللي عدلوا لها مشرعها هذه المؤسسه اللي يلا تضمهم كاملين أسود اللي منهم مثل هذه دعوة للمعارضين بأن يضموا إذن هذه فرصة لهم هي فرصة لهم على أنهم أولا يجابروا تحت قبتهم هم اللي تعنيهم اللي هي مؤسسة المعارضة بينية ويشوفوا أمورهم كاملة الداخلية ويظهروا بذاك المظهر اللي يليق لهم الوحدة وعلى كل حال انقطعت مرحلة كان بعيد يقال من بدء التقييم بعد الإيجابي بدأت تلاحظ من هون ودون الأحزاب المكونة للمنتدى كلهم كلما أتاحت للفرصة عاد يظهر من جديد ويعرف أن هذا المؤسسة عندها ذاك الدور شاد بهم من هذا المنبر نختار نوجه لهم زادهم وكاملين الشكر اللي فهموا هذا الدور بين اللي ماسنا لأن هذه المدرسة الديمقراطية لا تنمى يوما بعد يوم إلى عدنا كنا بعد عام والله عامين قريبة علينا ما واضحة لنا الرؤية كلما تقدمنا في لم الشمل العام أسوأ من ناحية الأغلبية يفطن وأسوأ من ناحية المعارضة وذاك شبه واحدة موحد جهود مادة كاملة والمديور منه كامل للمعارضة ترجع للسلطة ويخلق التناوب السلمي هذا هو الهدف من الديمقراطية وتنميته جميل. دور الأحزاب كيف تعرف هو التثقيف اللي يلا تعدل كل حزب على دور وحده يقير ما هو العكس ما يقدر يعود مديور منهم تقويض جهود البينية بين مادة إياك كانت تقطع شهر مرحلة جميل جدا. أستاذ دومو حصيلة تجربة المعارضة حسب الكثير من الموريتانيين اليوم تكمن في وجود نهجين معارضين
معارضة السلطة تشمل أغلب الطيف السياسي، يقول لك المناوئ للسلطة الحاكمة الآن في موريتانيا والمنتقد لها في أحسن الحالات. ويكمن تصنيف هذه المعارضة أيضا إلى خط، يمكن تصنيفها طبعا إلى خطين أساسيين: معارضة رسمية تتحرك ضمن الدائرة الرسمية للدولة مثلا، وأكثر تعاملها مع المعارضة، من أبرزها من أبرز أحزاب هذا القطب الجبهة، جبهة المعاهدة، ممثلها الحصري الوئام مثلا الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الوزير السابق بجلال الهميد، والمؤمن بالحوار الدائم مع السلطة، ويمكن تصنيف هذه هي مؤسسة المعارضة الديمقراطية. ما رأيكم بهذا الكلام؟ هذا كلام من ناحية، لنعود يعني نتكلم عن الوئام وعن الرئيس بوجل، خايف لا يخلق فهم القدر من التنوية. غير بعد نختار نقول اللي خص به هو شخصيا وحزب اللي ماشي يمثل، لأنه عنده إيمان فعلا بأن الحوار هو المنهج السليم قد مدة تترقى فيه وقد مدة تحصل على الشيء فيه. وهو شخصيا كرجل سياسي ويقود الحزب، زاد ملي زاد ملي المعاهدة، والله نمط معارضته بهذه المعارضة اللي عاد هو يضيف لها من جديد الجمهورية لبوزيسيون ريبوبليكان، وهذا كامل لا عنده معنى اللي احنا نحتسبه لنا في دولة وفيها نظام قريب علينا اعترفنا به بذاك اللي خلق. وياك يفهم هو على انه ما هو البقاء، وعلى انه قد يزور ويجي مده بلو ينفهم، على انه فهم جمهورية موريتانيا يلا تعود مده لا يتعدل كامل تحت غطائها والمديور منه للتناوب السلمي على السلطة. هذا هو موجب جهات المعاهدة، يجي المعاهدة عقاب اسمها من أجل التناوب، تناوب باش تناوب السلمي على السلطة، ياك نثقب ويقابة الحوار. فعلا عدلنا ذاك الحوار 2011 بإشراك الأحزاب الأخرى، ولسنا بالممثل الحصري يعلوه نعود وعدلنا الشيء ما ينقال. يقير بعد مثلنا تحت هذا الغطاء اللي هو بالنسبة للوئام به اللي هو الوقت قبضه كمنهج ومازال ماشي عليه، هو اللي عدل الرئيس بويجل بصفة خاصة. ياسر من الناس هام ما يفهم الموقف اللي فيه، والله شك لأنه طراله شيء، هو في الحقيقة ياك نعود أمينين مع الرجل نفسه وأمينين مع التاريخ، ما عدل يكون شيء مرسوم ولا فتتغير في مواقفه السياسي. يعني هذا الخط ضمن معارضة ضد السلطة كما يقول له. الخط الثاني المعارضة المشاكسة يسمونها بالمنتدى اليوم، معارضة مشاكسة خرجت من مخاض تجربة منسقة المعارضة التي فشلت في ترحيل النظام عبر الشارع والتعبئة، وخرجت بعض أحزابها مغاضبة من انتخابات 2013 مثلا. ما نعرف مشاكسة اللي تعود كلمة شوي تحملها، لين تعود نحن ننقل لا لين تعود ما هي حاملة شيء، ما هي حاملة كلمة ما هي صالحة. هي معارضة فعلا، منتدى لا معارضة، ولأن عاطينه قاع عن كاليفيكات اسمان عاطينه ميزة تمرقوا عن المعارضة الطبيعية بيلي وشاف منهج ويلا يعارض فيه، وعنده الحق في عارض فيه بالطريقة ظالية، لأنه لين قاع يسول هو الله يحاور جدا لا يبرر حتى المنهج بيلي ماسع، لأنه قد يعود قاع أشبه من المناهج الأخرى. غير بعد المهم أنه كامل لا المنتدى ولا المعاهدة ولا ذوك الأخرين قاع اللي ما هم منضمين، واللي فما أحزاب أخرى وهم قاع منضمين تحت كامل، هذو كاملين المديور منهم لأنهم يا الله يعرفوا حدروا وقفة زادهم تقييمية فيما بينهم، يعرفوا لأن المديور من المعارضة ما هنوا إلا يا رحمة كنت معارض حتى والله لا يتم إلا معارضة المديور منها، لأننا نغيروا من هذا النظام اللي إحنا ما لنا فيه وضد سياسته وضد تسيره للبلد من أجل تسير أحسن. وإذا لا يفهموا معانا المواطن ألا كلما أتاحت أولا الفرصة للانتخابات بلي الوسيلة الوحيدة يعبر الناس كانوا قابل إذا الله ما هو قابل، والعكس والقطيعة لين يعود نظامهم وتم يعمل لا لأنه تهميش من الناس ما تقدمت الديمقراطية، ولين تحسنت الظروف وتعودهم اللي مدى ما هي مشاركة وتعودهم اللي ما قطعنا مرحلة. هذه هي الإشكالية اللي يلا نحلو كاملين ونشوفوا الطريقة اللي يلا نحلو بها. عندنا الدستور ضامن النشي إنه فهم مأموريات، فهم هذا البرلمان لا يوفى 2018 كيف تعرفهم بيننا معاه السنة والمزال جاي إلى عاد لا يخلى، وهذه فرصة متاح، هذه فرصة. وعندنا المأمورية الرئاسية النهائية التالية ولا يجي مولي رئيس آخر ثاني، وهذا قاعد المديور من كامل قد مد بلد يقاس مدى ديمقراطيته واحترامه لها، مدى احترامه للزرق والمؤسسات الداخلية. جميل. هناك معارضة يسميها البعض معارضة الدولة تقوم فلسفتها سيدوم هذه المعارضة على انتقاد اللاذع للشكل السياسي والمحتوى الاجتماعي
باعتبارها تعتبر دولة دولة عنصرية لا تتساوى فيها الفرص بين المواطنين، لا تعكس هويتها الرسمية، تعدد الهويات مثلا والأعراق. من أبرز عناصر هذه المعارضة الحركات الزنجية المطالبة بحقوق الزنوج والمطالبة بحقوق الحراطين وغيرها، ولا تبدو العلاقة ودية بينها وبين المعارضة التقليدية. هذه معارضة ربما قامت على أنقاض الخطاب السياسي المعهود. إلينا يعود المديور من المعارضة كاملة، أولا لأنها تعود يقظة وعارفة أن العدالة الاجتماعية ضمان أساس وحدة البلد، واللي شاك على أن قد يتم خالق الغبن وخالق التهميش أنه لا يتم يمر بسلام ما يحق، قد ذلك يعود سالك يقير مآله مع الأسف يعود اللازم. هذا هو ملهون عاد اللي تختلف الناس في ذا. اللي يبقي ينقد لقد شي من الأحكام وشي من الحكومات ما تصنت قاع ما هو لذا اليمتين وناقد لاذع وماسي لأنه نوع من التهديد، وشي منها أكثر مرونة يا الله يفهمها، لأن النقد قد يجيك ما هو لاذع يقير يجيك رزين ويجيك ثابت ويجيك دايم. وافهم تفهم الناس كان لأن هذا البلدنا اللي ترعوا فيه وحدته فارض لنا كاملين نسهروا عليها، لا كمعارضة ولا كأغلبية، ولين يعود حد هام وينطر على وتيرة أن الغبن يتم هو الخالق، قلت العدالة هي الخالق، يا الله مولي يتهيأ لأنه دور يجبر نصيبه مع الأسف من ذا اللي يعزف عليه، وذا من هون ولي يا الله نحن خاطب وسطه ضماير الناس كاملة اللي صهران على ذا البلد ولا يقابلته يمشي ضحية، ومع الأسف الفرص ترتاق له وتنحك له، ويا الله يا غالي المدة تعود هبة رجل واحد من أجل أن هذا البلد يمر من عن هذه الزعزعات الداخلية اللي مع الأسف ما قد حد يعود منعن عنهم، واللي هم واللي مكمن الياسر من الأمور اللي مهدد اللي هو الإرهابية وهلوم مجرى اللي يجيبها شنو اللي يجيبها لا كثرة الغبن، والله توصيف أن الغبن هو اللي خالق هو اللي ولد من الإنسان هذا اللي تسويقاته تسويق جيد. يعني أستاذ اليوم انتهت القمة، السياسيون مدونون حتى بعض التحليلات التي تنشر في بعض المواقع وكالات الأخبار تقول بأن طيف سياسي كان ملتزما بقضاياه الوطنية، حيث خفتت أصواته عندما بدأت موريتانيا تنظم القمة. الآن انتهت القمة، كان هناك حديث عن الحوار، واليوم يعود الحديث والسؤال أين هو الحوار وأين هي جهودكم كمؤسسة للمعارضة مطالبة بضرورة الحوار السياسي؟ كمدخل القمة قلت فيها كالبداية ذاك، لأن فعلا احنا بعد على مستوى المعارضة كاملة والمؤسسة بصفة خاصة قررنا، لأن ما يخلق الشيء لعله يشوش يخلق تشويش سوى كم قدو على هذه القمة، رغم أعلن اختير نسجله هون مع الأسف المؤسسة بعد اللي هي يلا تندعى لجميع الأمور الوطنية، واللي كيف قلت اللي عندنا كنا لا نعطوش لضيوفنا قيمة مضافة انفلر عجوتي له الموريتاني كانت أصلا اللاذي الديمقراطية واللاذي الانفتاح الإعلامي والله حرية الإعلام. حرية الإعلام بين اللي مواسينا لأننا تربعنا للعالم العربي كامل، إحنا هم الدولة الأولى حسب البيانات الأخيرة اللي كانت تجي، اللي عندنا ما رجعنا في مرحلة ثانية قربات وسينا أن إحنا هم القائدين العرب في مجال حرية التعبير، والثانية هذه الديمقراطية اللي عندها زعامة وعندها مؤسسة. اللي كان قبيل جاءوا ضيوف وفهموا لأن هون زعيم معارضة متلقي لهم في المطار ولا معناها لأنه عنده معنى ثاني، قال يفهموا بعد لأن رأي الشعب الموريتاني كامل تلقى لهم بعض ضمنيا هذا اللي مريوت معنا راهو العمل قامت به مثقفين، ونختار بعد هاي فرصة نقول لأن بعد مثقفين الموريتاني كاملين سوى الشعراء وسوى مولي شعب باط على العام، لأنهم عبروا لضيوفهم لأنهم شعب متماسك من أجل موريتانيا. الآن الحوار أستاذ. أيوة الحوار أستاذ لينجو دعوتكم أنتم في مؤسسة المعارضة للحوار، هناك أحزاب منسقية، هناك القطب الاجتماعي، هناك نقابات ومركزيات، هناك حتى شخصيات المستقلة، الكل يريد الحوار، والسلطة أيضا عبر أمينها العام دعت للحوار، دعت لضرورة الحوار، وقالت إنها ليست لديها أي خطوط حمر فيما يتعلق بضرورة الحوار. ما هو الدور المنوط بكم أنتم كمعارضة؟ كيف ترون هذا الدور وكيف ترون دور المعارضة في المنتدى وشخصيات والنقابات وغيرها؟ لا نقد نقول بعدهم أن أكثر حساسية الحكومة مع الأسف فيما يتعلق من المؤسسة من الطيف الآخر، أكثر هي انفتاح على المنتدى وعلى المعاهدة وعلى الأحزاب من المؤسسة نفسها، وإذا من هون هو اللي فيه شوي خلل ولا مفهوم. لين يعود لا ينأى عن الأمور الشخصية
القائمين على ما قد ندخل فيه اللي نعود لله شخصي ذاك زين عندنا به للأمور الأشخاص الحمد لله عمرهم ما هم أطوال في الأحكام يزولوا بالعجلة مخيوف منه لا يعود منهج معناها لأن لا المؤسسة اندعات للحوار ولا نطلب منها تقدم وجهة نظر معاكسة للقانون اللي يطلب قاع عن رئيس الجمهورية ووزيره الأول لأنهم يحاوروا رئيس مجلس إشراف هيئة المعارضة ومجلسها كامل كبريات الأمور الوطنية مع الأسف ما خلق ومنصوص عليه قال بعد كامل قد يلافى لحد مدة تبقى يتحسن من وضعيته وإلى ما تلافات ومولي يتخلف تقييم حكومة قد الصبح تعود ما تلات موجودة هون يقال بعد ما هي لا يتبيع والله ما هي لا يتسوق أنها بعد كان ديمقراطية هذا المجال تسوق طريقة إلين جص الحوار الآخر اللي كان موحول فيه كان ذاك المد والأخذ بين المنتدى والحكومة حسب ذاك الحوار الآخر وداخله فيهم مولي المعاهدة وكنا نتحرى لأنهم يلين وفاتي القمة شو الطريقة اللي يستأنفوا بها على كل حال فهم الأطياف الأخرى الكتل الأخرى السياسية المهم طيف كامل من جابر وما أديده كامل اللي غريب في العملية لأن الناس كيف قلت الناس كاملة مستعدة وإذا الاستعداد فرع عليها يجسد في شيء والله مولي مخيوف منه يبدأ في مجال الملل ولين يفوت يخلق مولي المشكلة كيف قلت لك قبيل في كامل لأن الزمن هك ما هو واقف بين اللي احنا قاعد اذا ما عدلناه لا يخلق استفتاء بين اللي فات قال على المباراة اللي يخلق بين اللي فات صممت النظام على انه يعدل استفتاء بين اللي هم ويمحي غرفة كانت موجودة في الدستور الموريتاني عنده إشكالية هاو المجالس المحلية ولا تعرفنا الطريقة اللي هم يتناول بها وعندنا الزمن مولي اللي هذا كامل لا خلق فرع لي يخلق هذه إكراهات يعني تقرب هذا الأجندة اللي يعود مقبول في موريتانيا واللي غريب واللي أمتن قاعد فيه اللي لحم واللي هي اللي عاد فهم هي أخرى ثانية اللي يتشرف عليه اللي هي هيئة هذه اللي قالها الإشراف على الانتخابات انت عارف احنا عندنا تجربة ان جايين منها كيف انها وعدلت وبعد انها ما قدينا تعود رودة حتى في العملية وهذا كامل تطرحه مدة بأجندة حقيقي وقريب ترفع لان هذا اما يعد الحوار بالعجلة واما اللي ينقبوا القرارات وتولى سطل الحوار شكرا لكم سيدومو عبدي والجيد والعبد الجيد امين وعامي مؤسسة المعارضة الديمقراطية كنتم ضيفنا هذا المساء في قراءة الحدث شكرا ايضا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة الى ان تجمعنا حلقة قادمة تقبلوا تحياتي في امان الله